اكثر شيء بيعجبني فيه اللي هي الخطبه اللي بيحكيها. ناحية اعجاب فيش اعجاب، لانهم يعني ملقنين، يعني بيخطب على اشياء الاوقاف تحكي لهم عنها، يعني ما لهم بيدخل بالوطن ولا بالسياسه ولا بالاشياء هيك، بس بالاشياء اللي يعني اللي بعطوها الاوقاف اللي بتماشى مع الحكومه، بس هي هم اللي بيخطبوا، يعني ما فيش شيء بيعجبنا فيهم. يعني اول شغله اللي بيعجبني بخطيب الجمعه انه بتكون خطبته يعني مرتبه متناسقه، يعني وحديث العصر، يعني كل مشكله بتصير بيحكي عنها، يعني مثلا مشكلة قبل أسبوع حرق الكوشك، عن جمعة في غزة كذا، بيتناول هاي المواضيع اللي بتصير معنا حاليا، مش مواضيع قديمة. يعني مثلا بلا مؤاخذة احنا مناش نضل نسمع عن غزوة الرسول وغزوة تبوك وغزوة أحد وكذا وكذا، احنا صرنا هالساعات في زمن انه حديث، يعني كل اشي قاعد بصير معنا جديد، احداث جديدة طارئة بالنسبة وضعنا، غير احنا احتلال واشي وارض يعني رباط. عجبني فيه انه يكون ترجل مش عن ورقة يطلع يحكي، او مثلا بشكل عام هم الخطيبين عندنا تبكى الخطبه جاي ايش موحده، بحبهاش تكون موحده، بحب انه مثلا من عنده يجيبها، يكون يعني خطبته تكون كثير يعني انه فاهمها بصوره واضحه. بيعجبني في احيانا بيكون ارتجاليه صوته، لهجته العاميه للناس انه الكل فهمان عليه، نظره احيانا للناس بحاول فهمه عن طريق نظره. خطيب يكون معبر، يكون يعني خطبته تكون أكثر إقناع أو إيضاح للمصلين. أكثر إشي بيزعجني فيه إذا الإمام بطول، يعني لأنه في مشايخ بتطول كثير يعني أكثر من الوقت المسموح فيه. مش أفكار هادفة، فيش إشي يعني بلمس الواقع اللي إحنا فيه، إشي المشاكل إحنا بنعيشها على الوطن، عن السياسة، عن الاحتلال، بس هلا ايش ما بيحكوهوش، يعني احنا عايشين بدوله محتله، المفروض يحكوا عن هذا. الشباب يوعى الشباب، يوعى الناس الناسي هاي اللي بطلت تتذكر انه في وطن، في احتلال، في شهداء، في في في، فهم بيحكوش هالشيء، هم بيحكوا اشياء يعني هم بعنطهم اياها ورقه، اشياء مش بالضمير، يعني مش بشغلهم، مش انه شيء اسمه شيخ. اللي بزعجني انه بيكون معه ورقه، يعني في بعض الشيوخ يعني مش كلهم، انه بيلتزم بس في الموجود في الورقه، يعني ما بحكي اي شيء، يعني يا دوب الخطبه تكون 17 دقائق وبضلوا طالعين، بصلي وبضل طالع بس مش اكثر. اكثر شيء بيعجبني بخطيب الجمعه انه يكون هادي، ما يكونش مثلا يطلع على المنبر ويقعد بصوت عالي ويصيح، يوصل المعلومه للمصلين بشكل هادي، مش ضروري يعني بصوت عالي وصياح. واللي بيعجبني الشيء انه يطول فيها كمان. احيانا في بعض الخطباء انه بيقرا عن ورقه او بحكي حكي تحسيه انه خلص مشيو المقال على الانترنت وبدي احكي وبدي اخلص اللي علي، بس مش اكثر من هيك. بيزعجني انه يكون يصلي بس بده، المهم بده يصلي ويخلص من الصلاه.